ومعنا من باريس رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنة برق زاهدي. أستاذ سنة، الشعب الإيراني يرفض توجهات النظام الإيراني عبر شعارات رددها تعبر عن غضبهم من النظام، كيف تقرؤون ذلك؟ نعم، بارت تحياتي لكم ولجميع إلى جميع مشاهدي قناة أهلا بك. الإخبارية. حقيقة ما جرى يوم أمس واليوم في المدن الإيرانية معناه أن الشعب الإيراني بكامله في مختلف المدن الإيرانية يرفض رفضا باتا نظام ولاية الفقيه ويطالب بإسقاط هذا النظام. أنتم تعرفون أن بالبارحة كانت مدينة مشهد والمدن الأخرى ساحة المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن، قوات الغعم الإيرانية، والسيدة مريم رجبي طلبت من المواطنين الإيرانيين في مختلف المدن الإيرانية للالتحاق والانضمام وللتضامن مع أهالي مدينة مشهد. فاليوم نرى أن في مدينة كرمانشاه، في مدينة شيراز، في مدينة خرمآباد، في مدينة تبريز، في هذه المدن التي تعتبر من كبرى من 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 كبريات المدن الإيرانية وأيضا مدن أخرى، أيضا جاءوا إلى الساحة رافعين الشعارات التي رددها المتظاهرون يوم أمس كشعار الموت للديكتاتور، الموت للروحاني، وأيضا لا غزة ولا لبنان، نحن نفدي حياتنا من أجل إيران، أو غادروا سوريا فكروا فينا، شعارات، وأيضا يجب إعدام المفسدين الاقتصاديين وشعارات من هذا القبيل. حقيقة ما يجري خلال هذه المظاهرات والشعارات التي يرفعها المواطنون الإيرانيون، هذه الشعارات تحمل دلائل واضحة جدا في مختلف المجالات. اسمحوا لي أن أقول لكم أن اليوم جاءت بعض الشعارات الجديدة أضافوها إلى الشعارات السابقة، من بينها يجب الإفراج عن السجناء السياسيين، وأيضا رفعوا في مدينة تبريز بشكل محدد. في مدينة تبريز كان الشعار المدوي في شوارع تبريز الموت ديكتاتور، يعني كان تقريبا الشعار الوحيد، لأن الموت ديكتاتور معناه الموت خامنئي، يعني ليسقط نظام ولاية الفقيه تماما. لا. وأيضا في مدينة كرمانشاه كانت هناك شعارات أخرى أيضا، كما مثلا هذا الشعار اللي بغي من عهد من نهايات عهد الشاه، الإفراج عن السجناء السياسيين. للعلم كان الشعارات الأخيرة التي رفعها المتظاهرون في المظاهرات العارمة ضد حكم الشاه قبل أصابيه من سقوط الشاه، كما أن هناك شعار آخر اللي يرفعها اليوم الناس في شوارع كرمانشاه، هذا الشعار بسيط يقول خبز عدل حرية، خبز عمل حرية. خبز معناه لسنا نحن فقراء، ما عندناش قوت يومي، العمل يعني الناس كلهم أعطينا العمل، ما عندناش العمل حتى نقوم، وبعدين الحرية معناه أن هناك غعم، خبز عمل حرية. هذا شعار بسيط لكن أعتقد يحمل دلائل واضحة. كما كان هناك شعار لا للغلاء، وكان هناك شعار آخر أيضا مهم جدا اللي يستهدف بشكل محدد خامنئي، اللي كانوا يقولون الشعب يتسول، يعني الشعب يعيش في فقر مدقع ومضطر إلى التسول. والسيد، وإن سيد ما يقولون، سيد معناه خامنئي، والسيد هو الذي يتأله أو يتصرف بكل شيء كما يريد. فهذا هو من بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون بالبارحة واليوم. نعم أستاذ سنة، إذا سمحتم لي أنا أريد شوي أن تفضل. نعم أرجوكم أستاذ سنة، نعم أنا أريد شوي أن أفصل. نعم أرجوكم تفضلوا. دعني أسألك عن النظام الإيراني الذي أطلق تحذيراته ووصف المظاهرات بأنها غير قانونية وأنه سوف يتعامل معها بحزم، كيف تصف هذه التحذيرات وخصوصا ما جاء على لسان محمد باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية بأنه سيتم قمع هذه المظاهرات؟ نعم، حقيقة ليس فقط باغري، تقريبا معظم قادة النظام وزعماء النظام جاءوا إلى الساحة. النائب الأول حسن روحاني جاء وقال أن هذه الشعارات هي شعارات جاءت من قبل هؤلاء الذين لا يريدون الثورة وهم أعداء الثورة، قال هذا الكلام. أيضا قال محافظ خراسان، قال أن هذه الشعارات كلها جاءت لتهدم
بنيان وأساس نظام ولاية الفقيه. يعني أعتقد أن الكلام واضح في، لكن المهم أن المظاهرات التي جرت اليوم، أولا أعلنت أن هذه المظاهرات بالبارحة مساء الناس عبر شبكة التواصل الاجتماعي أعلنوا أن اليوم ستكون هناك مظاهرات في هذه المدن، والنظام قد استنفر استنفارا، أعلن عن حالة الاستنفار القصوى في مختلف مناطق إيران، لكن لم يستطع من الهؤول دون اندلاع المظاهرات مرة أخرى. هذا إن دل على شيء يدل على الحقد الدفين، على أن الاحتضان المطلق السياسي والاقتصادي لدى أبناء الشعب الإيراني. يا إخوان، الشعب الإيراني تفح الكيل به من ممارسات هذا النظام، من تصرفات هذا النظام، من الغلاء، من البطالة، من الفقر، من كل هذه المساوي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ولذا لا يهمه ما يقوله النظام الإيراني أو زعماء هذا النظام، يأتي إلى الشارع ليعبر عن غضبه بضرورة إسقاط هذا النظام. لذا أعتقد أن هناك رسالة مهمة جدا للجميع، أن الشعب الإيراني لا يريد هذا النظام، فيجب المراهنة على هذا الشعب، يجب الاعتماد على هذا الشعب، يجب مساعدة هذا الشعب، يجب التعاون مع هذا الشعب وعلى ومع من يمثل هذا الشعب للقضاء على هذه التغمة التي آثت في الأرض فسادا خلال هذه العقود، سواء داخل إيران بالقمع والقلاء والفقر والفحش والدعارة وكل مصابي السياسية والاقتصادية، كما فعل أيضا بمختلف الشعوب العربية والإسلامية، وما فعل بالشعب السوري والشعب اليمني والشعب اللبناني والشعب العراقي والشعوب الأخرى من الإرهاب والهروب والقتل والمجازر. لذا أعتقد أن الوقت مناسب جدا جدا لتأييد الشعب الإيراني ومقاومة هذا الشعب، حتى نستطيع إن شاء الله أن نعمل معا من أجل القضاء على هذا النظام والتخلص من كل هذه المساوي وهذه المشاكل والحروب والإرهاب. نعم أستاذ سنة، بالحديث عن الإعلام الإيراني نلاحظ أن هناك صمت من قبل الإعلام الإيراني عدا وكالة فارس التي أشارت بشكل بسيط لتلك المظاهرات ووصفتها بأنها غير قانونية، تعليقكم على ذلك؟ نعم، أنا أعتقد أن من الواضح أن هذه المظاهرات غير قانونية. النظام الإيراني اليوم أعلن مثلا في طهران، محافظ طهران أعلن أنه ليس هناك أي رخصة لأي حركة وأي احتجاج في أي منطقة من مناطق طهران، وطبعا قاموا بالاستنفار أيضا. لكن أنا أعتقد أن العلاقة بين أبناء الشعب وبين النظام قد تجاوز هذه المرحلة، أن الترخيص أو عدم الترخيص، لا، الشعب يريد أن يعبر أما يريد، وما ما هو مطلبه وما هو مغزى إرادته أن نحن نريد أن نتخلص من هذا النظام. أنا أعتقد أن كل هذه الشعارات التي رفعها، الموت للديكتاتور، الموت لروحاني، لا غزة ولا لبنان، يعني هم ينددون بالسياسات الداخلية بالسياسات الخارجية لهذا النظام، وإنما يرفعون شعار يجب الإفراج عن السجلاء السياسيين، ففي هذا الشعار رمز محدد بأنه يجب إنهاء سطوة هذا النظام التي تتبلور في غمء المعارضة السياسية الإيرانية، ويجب الإفراج عن السجناء السياسيين، وبطبيعة الحال يجب عودة اللاجئين السياسيين أيضا إلى إيران لبناء إيران جديدة، إيران مستقلة، إيران حرة، إيران مسالمة تعيش مع جيرانها في أمن وسلام وطمأنينة. أنا أعتقد أن هذا اليوم هذه التحركات الاجتماعية تشير إلى هذا الواقع المستقبلي، إن شاء الله نحن نشاهدها في مستقبل الأيام. نعم، من باريس رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنة برق، شكرا جزيلا لك.